وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده فيديو مهم جدا. خلاص الاسعار استقرت والدنيا بقت معروفه، وخلاص الزيادات اللي احنا عارفينها اللي هي 10% دي خلاص الاسعار الرسميه نزلت من الشركات، وبالتالي بقى الاختيار يعني صعب شويه. معظم الموبايلات اسعارها رفعت عن اللي احنا كنا متوقعينه، وحتى وفي شركات اسعارها رفعت زياده بسيطه جدا، ولكن في النهايه الاسعار زادت. فاحنا عايزين دلوقتي نختار افضل موبايل في الفئه المتوسطه العليا، اكتر موبايل يكون عليه ان هو متكامل ويقدم تجربه استثنائيه عن باقي الموبايلات، بعيدا عن لغه الارقام على التجربه الفعليه. ولكن لو انت واحد هتشتري بقى، انت معاك موبايل مثلا فئه ال 5000 جنيه او ال 4000 جنيه وطالبه معاك تطلع لفئه ال 7000 وال 8000 جنيه، ايه الموبايل اللي ممكن تختاره؟ ايه الموبايل في وسط هذا الزخم وهذه الزحمه الكتير جدا الموبايلات اللي ممكن تستقر عليه؟ موبايل يدي لك كاميرات كويسه، موبايل يدي لك تجربه اداء مستقره، سوفت وير جميل جدا ودعم ممتاز وخدمات ما بعد البيع، واقل عدد من العيوب اللي ممكن تتقبلها او التصحيحات اللي ممكن تتقبلها في موبايل في 2021 ومع زياده الاسعار الجديده. عايزك قبل ما نبدا كده تنزل تخمن في الكومنتس، تكتب اسم الموبايل، ولو طلع صح يا باشا يبقى انت كده على الرايق كده وماشي معايا في نفس السكه. فكتبته خمنت. الموبايل اللي جاي اتكلم عنه النهارده هو سامسونج جالاكسي A52S. وقبل بقى ما الدنيا تطلع وشاومي والدنيا والخناقات اللي هتحصل، عايزك تنزل تحت الفيديو تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتعالى اقول لكم ليه من وجهه نظري ال A52S هو اكتر اختيار منطقي في السوق حاليا. كارقام على ورق تقريبا كل الموبايلات بتيجي بنفس التوليفه، هتلاقي كل الموبايلات بتدي لك ارقام ممتازه زي شاشه بريفريشيت 120 هرتز، بتدي لك معالج قوي، تجربه العاب محترمه، ولكن اللي بيفرق هو التفاصيل. فمثلا ال 52S الحاجات اللي عجبتني فيه هو التصميم بتاع الموبايل، التصميم بتاع الموبايل بيجي شيك جدا بفلسفه سامسونج الجديده في الديزاين، واللي هتدي لك احساس ان انت لا انت مش مع الموبايلات القديمه بهول بانش صغيره او ثقب كاميرا اماميه صغير في الواجهه الاماميه، واي نعم التصميم كله من البلاستيك، ولكن تصميم او ديزاين بتاع الساندويتش اللي هو التصميم العملي، التصميم اللي يحافظ على الموبايل حتى مع استخدامك التقيل ومع كفر او الجراب بتاع الموبايل، شكرا انت مش هتحس باي حاجه، وتقريبا بلوز بلاك كاميرات يكاد يكون منعدم مع وزن موبايل 189 جرام، فتقريبا انت ما عادش هتقابلك اي مشكله مع الديزاين او تجربه استخدامك الموبايل مع الوقت الطويل. الحاجه كمان اللي عجبتني في الموبايل هو بيجي بقاس شاشه محترم 6.5 انش باستحواذ كويس، وحواف نوعا ما مقبوله جدا في الفئه السعريه دي وفي 2021، وكمان بيجي بشاشه من نوع سوبر امليد، ويعني شاشات سامسونج هي المميزه في الفئه السعريه دي. اه الشاشات كلها كويسه، ولكن سامسونج تظل متربعه على عرش افضل تجربه مشاهده محتوى والوان وسطوع في الفئه السعريه دي، ده بالاضافه ل 120 هرتز ان الشاشه محميه بطبقه كورنينج جوريلا جلاس 5. قبل ما انقل من نقطه الشاشه، فزي ما قلت لكم كل الموبايلات فيها تضحيات وفيها حاجات ممكن تنغص عليك التجربه، ولكن مش بنسبه 100%، يعني مش حاجه هتقتل لك التجربه جدا، ولكن هي موجوده، هي حاجه فاهم محسوبه على الموبايل، وهي البصمه اللي مدفونه تحت الشاشه. البصمه هنا تقليديه جدا، مش اسرع حاجه، هي اي نعم يعني الطف من الاجيال اللي فاتت من عائله الاي من سامسونج، ولكن ما زالت البصمه البطيئه اللي موجوده في عائله الاي اللي بتلقط صباعك ابطا من كل المنافسين. يعني جينا بصينا على حاجه زي الريلمي جي تي، فالريلمي جي تي يتفوق عليه كتير جدا في جزئيه البصمه، ولو بصينا على بصمات الموجوده في زرار البار اللي موجود في حاجه زي موبايلات شاومي 11 تي، فلا برضه يتفوق عليه من حيث السرعه، ولكن كدقه هو دقيق جدا، يعني مش هتغلط معاك، ولكن مش هتكون الاسرع، يعني لازم تريح صباعك على الشاشه لفتره وجيزه. ولكن يعني ناس كتير بتقول مش دي المشكله، مش دي الحاجه اللي هتخليني فعلا اكره تجربه المستخدم. من الحاجات برضه المميزه لتجربه ال 52S، يعني حاجه مميزه كده مش هتلاقيها عند اي شركة تانية، وهي مقاومة المية والغبار. انا هنا بقول مقاومة مش مضاد للمية والغبار، وبين هنا مقاوم للمية بمعيار IP67، يعني لو الموبايل جه عليه مية وانت بتتوضى الدنيا مطرت، اتدلق عليه اي سائل فاهم وانت نظفته وغسلته مباشرة، يعني اي ظرف من الظروف الطبيعية اللي بتحصل، وكمان الموبايل ممكن ينغمر في مية، ولكن ما انصحكش تعمل الموضوع ده. فيعني كل دي حاجات بتخليك فعلا حاجة مميزة للموبايل ده دونا عن بقية الموبايلات الموجودة اللي ممكن تكون سبلاش ريزيستنت او مضادة لقطرات الماء بس مش اكتر. ننقل بقى لتجربه الاداء والمعالج. المعالج اللي موجود هنا في الموبايل وقت نزول الموبايل كان مميز، كنت ممكن تقول اه ال 778 من كوالكوم حاجه بتميز الموبايل، لان كل الموبايلات الثانيه ما فيش موبايل كان في السوق تقريبا موجود بالمعالج ده، وبالتالي كانت حاجه بتميز ال 52S 5G، ولكن حاليا كل الموبايلات الموجوده في نفس الفئه السعريه بتيجي بنفس المعالج، وبالتالي بقت تجربه الاداء بالنسبه لي يعني كارقام وكجيمنج والكلام ده كله والكواليتي اللي بيوصلها الموبايل في العاب زي ببجي وكول اوف ديوتي واسفلت 9 والحاجات دي، مش اللي هي الحاجات اللي فعلا لا حاجه طبيعيه هتلاقيها في كل موبايلات الفئه، وبالتالي الرك هنا على السوفت وير، وهنا هتلاقي سامسونج منزل لك الوان يو اي 3.1 واللي هيتحدث بعد كده الوان يو اي 4 على اندرويد 12 خلال الفتره الجايه وخلال بدايه السنه، هتلاقي بتاخد افضل تجربه سوفت وير موجوده
بلا منازع في الفئه المتوسطه العليا، لان سامسونج مش موفقه في السوفت وير بتاع الموبايلات الاقتصاديه او الموبايلات اللي هي تحت المتوسطه. فهنا الموبايل هيقدم لك سوفت وير مستقر ما فيهوش اي غلطه، مش هتلاقي تهييس من سنسورز، مش هتلاقي حاجه ناقصه، مش هتلاقي الموبايل يعني بيدمر لك التجربه اثناء الاستخدام، وفي نفس الوقت تجربه سوفت وير ويعني فيجوالز كده وتاثيرات وتنقلات وتصفح ممتازه جدا، غير المميزات كتير موجوده في سوفت وير سامسونج. وضيف على ده كله ان الموبايل بيدعم تسجيل المكالمات من جوه التطبيق الاساسي بدون اي فضايح. سامسونج الشركه الوحيده حاليا اللي موجوده في السوق المصري عن تجربه مني اللي موجود فيها تطبيق المكالمات والرسائل الخاص بسامسونج نفسها، يعني سامسونج ما يعني ما استغنتش عنه ومستخدم تطبيقات جوجل، وبالتالي تجربه المكالمات والتسجيل بقى والتطبيقات الاتصال والكلام ده كله هيكون افضل تجربه موجوده معاك في الفئه السعريه دي. الـ A52 برضو بيدعم ان انت تركب كارت ذاكره خارجي في النسختين بتوعه، سواء النسخه 128 او 256، ودي حاجه لطيفه عكس موبايلات تانية ما بتدعمش انك تركب كارت ذاكره خارجي. وكمان عندك نقطه البطاريه، الموبايل هناك بيجي ببطاريه بسعه مش مهوله، يعني هو بيقدم لك هنا سعه 4500 ملي امبير عكس ارقام تانية فلكيه، يعني تلاقي الموبايل 5000 و5200، ولكن بيقدم تجربه استخدام كويسه. المعالج هنا بيجي بدقه تصنيع 6 نانومتر، فهو نوعا ما موفر في استهلاك الطاقه، ولكن اللي مش بيغفله مستخدمين الموبايل هو انه بيدعم الشحن السريع بقدره 25 واط، والشحن السريع مش موجود في العلبه، يعني هتلاقي عندك شاحن سريع 15 واط بس هو اللي في، يعني انا اسف ان انا بقول سريع ولكن سامسونج مسمياه سريع، ال 15 واط اللي موجود في علبه الموبايل. فبالتالي انت هتضطر انك تشتري شاحن سريع 25 واط تاني، هتدفع حوالي 300 جنيه ل 350 جنيه زياده. فيعني انا شايف ان الصفقه نوعا ما لطيفه، يعني اي حاجه ليها حلول، مش عاجبك ال 15 واط ممكن ان انت تجيب شاحن 25 واط، وبالتالي تكون حليت المشكله ولكن دفعت اكتر، فدي حاجه ترجع لك انت كمستخدم. بالنسبه بقى للكماليات بتاعه الموبايل، فال 52 اس 5 جي بيجي بكل الكماليات اللي انت محتاجها، بيجي بكل السنسورز، جايروسكوب، بروكسيميتي، كل السنسورز اللي انت بتتخيلها او اللي هتحتاجها في ايامك اللي جايه او ايامك الحاليه هتلاقيها موجوده في الموبايل. بالاضافه لان الموبايل بيجي بتجربه سماعات ستيريو، وبيجي بمنفذ 3.5 ملم لو انت عايز تركب سماعات القديمه، ودي كلها حاجات كده الناس بتشوفها باكج مميزات اضافيه موجوده على الموبايل، لان معظم الشركات حاليا بتسحبها من موبايلاتها. نروح بقى لتجربه الكاميرات، وهنا تنسى بقى لغه الارقام نهائيا، تنسى المواصفات على ورق، تنسى الارقام زي ال 108 وال 50 ميجا وال 500000 ميجا بكسل، لا هنا التجربه الفعليه هي اللي بتحكمك، لان في الفئه السعريه دي معظم الشركات بتخيش، قليل ما تلاقي شركه بتدي لك تصوير فيديو تصوير ثابت كويسين، يعني اما هتلاقي فيديو كويس وتصوير ثابت سيء جدا. فعندك في ال 52 اس بقى ده كل ده بقى مش موجود، سامسونج فعلا في الموبايل ده حاطط تجربه كاميرات ممتازه جدا. ففي الجهه الخلفيه الموبايل بيجي باربع كاميرات، الكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه 12 ميجا بكسل الترا وايد، وكاميرا ثالثه 5 ميجا بكسل عشان تصوير الماكرو، وكاميرا رابعه عشان تصوير الدبس او عشان معلومات الدبس عشان تصوير بورتريه. اركن كل ده، ركز مع الكاميرا الاساسيه اللي بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل، اللي بتيجي بتثبيت حقيقي وفعلي للعدسه اللي هو او اي اس، فانت عندك تثبيت واقعي وحقيقي او اي اس، وده يبقى شغال معاك في كل الدقات، يعني هتلاقي عندك في ال 4K في ال 1080 كل ده هتلاقي فيه تثبيت حقيقي وفعلي موجود. ده بالاضافه لتثبيت الاي اي اس اللي هو اصلا الكتروني واللي موجود في كل الموبايلات الموجوده، فهتاخد تجربه نوعا ما مرضيه جدا. بعيدا عن ده كله، الموبايل في كل الظروف هيتغلب على كل المنافسين، هتلاقي الموبايل فعلا بيقدم لك صور كويسه، صور يعتمد عليها، الوان وسكين تون محترم جدا غير اي موبايل تاني، وتصوير ليلي فعلا سامسونج قدرت تظبطه، يعني نقدر نقول بيرفكتو بجد، يعني عاش جدا يا سامسونج. اقول لك بقى التقيله، ان الموبايل بيجيب كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بتطلع نفس تجربه المعالجه والالوان والسكين تون الجامد جدا، وبالاضافه لمعالجه سامسونج الرايقه الكاميرا الاماميه بتصور 4K 30 فريم في الثانيه بتثبيت محترم. دي تجربه تصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه بالكاميرا الاماميه للـ A52S نسخه ال 5G، فنشوف التثبيت بتاعها عامل ازاي، تعامل الكاميرا مع الاضاءه عامل ازاي، ونشوف برضو الجوده بتاعت المايك عامله ازاي. فيعني دي كمان حاجه مبهره، يعني انت لو واحد بلوجر او واحد بتصور فلوجز كتير او واحد بتحب تصور محتوى او بتحب تصور نفسك حتى وتسجل احداث اللي بتحصل في حياتك بالكاميرا الاماميه، الموبايل مش هيأثر معاك باي شكل من الاشكال. فاجمالا ممكن نقول على الـ A52S 5G من سامسونج هو الموبايل الاكثر تكاملا في الفئه المتوسطه. وليه مش متكامل الاكثر تكاملا؟ لان هو فيه تضحيات، فدي تجربه الاستخدام ممكن نقول المطوله والمشبعه بعد نزول المنافسين، واللي بشارككم فيها تجربه الـ A52S، بقول
لكم فيها هو مازال مكانه فين حتى بعد زيادة الاسعار. الموبايل اسعاره الحالية هي 7600 جنيه او 7700 جنيه للنسخة ال 128 جيجا، و8500 جنيه للنسخة ال 256، واللي انا ارشح لك النسخة ال 128. وبس كده، دي كانت كل حاجة في الفيديو بتاع النهاردة. حابب اعرف رايك في ال 52 اس، ولو معاك الموبايل واشتريته بناء على ترشيح قبل كده اكتب لي برضو في الكومنت تجربتك. ولو لسه مش فاعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ولو حابين فيديوز من انواع دي اللي هي الاستخدام الطويل او الموبايلات بعد الاستخدام المطول برضو اكتبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في جيف اوي ايفون 13، لينك الاشتراك في الكومنتس وموجود في الديسكريبشن. وبس كده، كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.